تفقد محافظ الغربية طارق رحمي عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 6 قرى بمركز زفتة. بدأت جولة المحافظ بتفقد الأعمال الجارية لإنشاء حديقة نهطاي العامة، كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء نقطة الحماية المدنية بتكلفة 3.5 مليون جنيه، إلى جانب أعمال البناء والتشييد بمدرسة نهطاي للتعليم الأساسي بتكلفة 22 مليون جنيه، ومجمع للخدمات الحكومية ومجمع للخدمات الزراعية والبيطرية، ومركز لتنمية الأسرة، ومركز للشباب، ونقطة للشرطة.